استاذ خالد الصديق المدير التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بعد خالص شكر لحضرتك على شرف هذه المقابله. عندي مجموعه من الاسئله، اسمح لي يكون ايقاعها سريع شويه لان انا ستهم المشاهد بشكل مباشر. يعني السؤال اللي هنبتدي بيه هو الخلط في الفهم حوالين المناطق الغير امنه والمناطق العشوائيه، ايه الفرق بينهم يا فندم؟ طبعا اهلا بيكم اولا. ثانيا نخش على طول في الاجابه على طول. عندنا كلمه العشوائيات تحتها ثلاث تفريعات رئيسيه: الغير امنه والغير مخططه والاسواق العشوائيه. كل حاجه من دول برضو ليها تقسيم داخلي. يعني مثلا غير امنه ليها اربع درجات: داهمه، خطر على الحياه، سكن غير ملائم، خطر على الصحه، حيازه غير مستقره. الغير مخططه جواها افرع كتير، اللي هي اماكن تفتقر الى الشبكات، فيها شبكات لا تكفي الكثافة السكانية الموجودة، فدي برضو ليها تصنيفات داخلية: مية، صرف صحي، كهرباء، طرق. جميع الشبكات دي جواها تصنيفات جوه المناطق غير مخططة. الغير الأسواق العشوائية ليها برضو تصنيفات: تصنيف اللي هو زمني اللي هو سوق يومي أو أسبوعي أو سنوي، أو من حيث الاستخدام اللي هو حرفي، مهني، مختلط، تجاري. فدي تقسيمه هو نفس العدد، هو بس يختلف تقسيمه من زمني ومهني. لو اتكلمنا على حجم القضيه في كل من الافرع الثلاثه، فهنقول ان احنا عندنا القضيه بتاعه الغير امن 357 منطقه، فيهم حوالي، طبعا الرقم متغير عشان اللي هقوله ده تاني، على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه. يعني كنت قبل كده قلنا 214، بقوا 221، بقوا 200 النهارده، بنتكلم في 240 وحده سكنيه. مع الحصد والرصد اللي بيتم بيختلف الارقام. فعندنا دلوقتي 241 الف وحده سكنيه بشغالين فيهم في غير امن، اللي هو ينتهي معانا في 2020 ان شاء الله. الغير مخطط احنا عندنا حوالي 221 مدينه على مستوى الدوله، مساحتهم حوالي 417 الف فدان، منهم ما يقارب 37.5 ل 40%، يعني من 152 الف ل 160 الف فدان غير مخطط، يفتقر الى الشبكات، الى الطرق، الى 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 كده. قضية الأسواق العشوائية عندنا 1105 سوق عشوائي على مستوى الدولة، متقسمين على المحافظات. يعني مثلا محافظة القاهرة فيها 34 سوق، محافظة اسكندرية 83، محافظة الجيزة 84، الشرقية 55، وهكذا كأمثلة يعني على. طب عملية لو بدينا نمشي نقطة نقطة يا فندم، المنطقة العشوائية أولا بيتم حصرها إزاي أو التعامل معها إزاي من الناحية الهندسية؟ هي موضوع، وبعد كده عملية التطوير أو الجدول الزمني لتطويرها. إحنا في عندنا معايير، المعايير دي دولية ومصرناها، حولناها لمعايير مصريه، وحطينا هذه المعايير في جدول، وبدانا ننزل اللجان تنزل على المناطق المصريه كلها. لسه ما اعتبرتهاش عشوائيه او غير عشوائيه. نعم. فلما نزلت اللجان على المناطق دي بقت تطبق هذه المعايير على المناطق. المعايير دي بنقول مثلا ايه؟ حاله الانشائيه، حاله العمرانيه، حاله الشوارع، حاله كده. بقى نحط خريطه، هنا وضعنا خريطه قوميه على مستوى الدوله. الخريطه القوميه على مستوى الدوله دي بقينا عندنا خريطه مصر، كل محافظه فيها مناطق ايه، فيها مدن ايه، فيها الاماكن ايه، عدد الوحدات ايه، شكلها ايه. بنعمل خرائط جي اي اس، خريطه معلومات توبوغرافيه لكل منطقه، بحيث ان احنا عندنا شكل واضح لكل منطقه، توصيف ليها لايرز كده، ارتفاعات المباني ايه، نوع المباني ايه، عدد السكان، نوع نقول السكان هي بيمتهنوا ايه، شغالين ايه، الحاله الثقافيه الاجتماعيه البيئيه. خريطه كامله جي اي اس، خريطه كامله لتوصيف المناطق. فوضعنا خريطة عندنا، الخريطة دي بقت هي المشكلة. طيب بقى عندنا مشكلة، بدأنا نضع حلول للمشكلة على الخريطة دي. بقينا نعمل ايه؟ كان عندنا خريطة، عندنا خطة قومية للقضاء على العشوائيات، خطة قومية فيها استراتيجيات وسياسات للقضاء عليها، تختلف من مكان لمكان، من منطقة لمنطقة. ممكن في نفس المدينة سياسة واستراتيجية حل المشكلة تختلف عن المنطقة اللي جنبها على طول. طب ناخد نموذج، لو في ذهن حضرتك نموذج ليه؟ هدي حضرتك نموذج مثلا منطقة روضة السيدة في القاهرة ومنطقة مشروع الأسمرات. طيب مشروع الأسمرات ده احنا بنينا في نفس المكان، بنينا في مكان تاني عشان نستوعب حوالي 14 مشروع غير آمن، 14 منطقة غير آمنة، لأن لا يمكن أبني في نفس المكان بتاع الدوي أو مشيط ناصر، انهيارات جبلية وسقوط صخور، مش هبدي في نفس المكان، هبدي في مكان تاني. نعم. بقى دي استراتيجيه للحل في مكان اخر. طيب منطقه روضه السيده اللي هي كانت تل العقارب، ينفع ان انا ابدي في نفس المكان؟ يبقى انا بهد واشيل المكان وازيل الانقاض كلها وابني في نفس المكان. دي مثال على اختلاف الاستراتيجيه في نفس المدينه. طب هنا السؤال المهم حوالين صلاحيه الجهاز اللي حضرتك بتشرف برئاسته،
هل عندك صلاحيات مطلقه لتحديد اي مكان والتعامل معها، ولا في جهات معنيه اخرى بتتضافر معاكم المجهود؟ احنا الجهه الرسميه الوحيده في الدوله المعنيه بقضاء على العشوائيات، ولكن العمل ليس لا يكون مفردا. لازم احنا بنشتغل بيكون شغل من خلال المحافظه والمدينه والحي اللي احنا شغالين فيها. احنا لما بننزل باللجان بتاعتنا بيشارك معانا المحافظه والمدينه والحي، بيكون مشاركين معانا في هذه اللجان، بتكون الشرطه المدنيه مشاركه معانا، بيكون وزاره التضامن الاجتماعي مشاركين معانا، وكل ده مشارك معانا قبل وبعد. فيما قبل احنا الحاجات دي بنحصر ونعمل، وساعه تنفيذ المشروعات بيبقى فيه برضو لما بننفذ مجتمعات، المجتمعات دي بتحتاج وزارات اخرى تتعاون معانا فيها، وزاره البيئه، وزاره التموين، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره التربيه والتعليم، كل دول بيشاركوا معانا. طب هنا التعامل بقى مع الاسواق العشوائيه، الوضع بيبقى مختلف يعني؟ في سيستم واحد لتصور في اذهانكم عن السوق المفروض يكون موجود في كل مكان، سواء بقى مناطق عشوائيه وغير عشوائيه؟ كله مختلف يعني، بيبقى مختلف منطقة عن أخرى تماما. كل بص كل مشروع، حتى لو بتلاقي احنا لما نيجي ننفذ مشروع بننفذه غير التاني تماما، لا عمرانيا او اجتماعيا او بين. يعني مثلا هديك مثال برضو يعني ايه عشان الامثله بتوضح لنا شويه. اتفضل. احنا بانيين مثلا في البحر الاحمر فيلل للناس في الغردقه وراس غارب، عباره عن بيت منفصل عشان الناس بدراسه الاجتماعيه. الناس دي ما بتسكنش مع جار، ما ينفعش اقول له تعالى اسكن في عماره، ده هو بيحب يسكن في بيت منفصل هو وعيلته. طيب لما بيجي بيجوز ابنه بيبني له عشه جنبه او بيزود اوضه جنبه وبيعمل عشوائيه كده، لا يبقى احنا عملنا له البيت ده يتحمل ثلاث ادوار عشان لما يجي يجوز ابنه يبني له. بدراستنا كده في اماكن اخرى بنبني عمارات زي القاهره هنا بنبني عمارات. طب رحنا حلايب وشلاتين، هل هنبني نفس الفيلا دي اللي هي 90 متر و60 متر حوش؟ لا، بتوع حلايب وشلاتين بيحتاجوا الحوش الكبير والبناء الصغيره، ويبقى من الطبيعه الاوبب، البيت الاوبب اللي هو البيت العربي القديم ده. كل مكان له دراسته واستراتيجيه التعامل وسياسه التعامل فيه. ربما السؤال الاهم حوالين صلاحيات الجهاز هنا يعني من الناحيه الماليه، يعني طبعا كل مشاريع حضرتك بتتكلم عنها دي اكيد تكلفتها الماليه عاليه جدا. هل انتم فقط بتوضعوا يعني بيتم وضع الدراسه ويتم ارسالها لمجلس الوزراء، ولا بيكون المسألة المادية والمالية مين بيكون الجهة المسؤولة عنها بشكل مباشر؟ هو الصندوق المسؤول عن ذلك. عندنا الدعم، القيادة السياسية لقضية العشوائيات مدينا قوة، اللي هو الدعم ده يتمثل في الصلاحيات، يتمثل في الدعم المالي اللي بيخصص للصندوق. يعني ميزانية الصندوق السنة دي 10 مليار و821 مليون، ميزانية السنة اللي فاتت 15 مليار، وهكذا. لكن اعتقد من سنوات فايته ما كانش الرقم ده موجود. هدي حضرتك رقم مثال، احنا الصندوق سنه 2008 لسنه 2014 حجم مصروفات الصندوق من 2008 ل 2014 652 مليون جنيه. طيب من 2014 ل بتكلم حضرتك دلوقتي حجم المصروفات 24 مليار و6 من 10 مليار جنيه. لو رجعنا للعاصمه او الحديث عن العاصمه، ترتيب القاهرة بالنسبة للمناطق الأكثر عشوائية في مصر هل هي تحتل أي رقم؟ وكمان ما هي المحافظات بالترتيب كده يا فندم لو اتكلمنا عنها، سواء المناطق العشوائية أو المناطق الغير آمنة أو الخالية من التخطيط؟ طيب احنا عندنا القاهرة طبعا هي الأم، اللي هي فيها عندنا حوالي 60 منطقة وتحتاج إلى حل المشكلة ب 64 ألف وحدة. فدي لوحدها المشكلة يعني خدت مبلغ كبير القاهرة لوحدها. ليه القاهرة؟ لا مش اهمال ولا حاجه، لان العشوائيات نفسها عباره عن قضيه هي الهجره الداخليه، اماكن جاذبه واماكن طارده. فالقاهره جاذبه للهجره الداخليه، القاهره جاذبه، اسكندريه جاذبه، بورسعيد جاذبه، دمياط جاذبه، طارده مثلا سوهاج، المنيا، اسيوط، الفيوم. بس اعتقد مع المدن الجديده الامر هيختلف. هيختلف الامر، هيختلف طبعا. بص يعني ايه، احنا دلوقتي يعني الدوله بصدد انشاء او في خلاص يعني ده في افتتاحات قريبه جدا ل 14 مدينه جديده. هنا بقى بيحصل ضبط ميزان العمران في مصر بالمدن الجديده دي. مستهدف مثلا ان تستقطب هذه المدن 25 مليون مواطن، فده رقم مش قليل. لكن والتجربه بدات بالقاهره الجديده و6 اكتوبر، دي مدن خلاص استقطبت، ولولا المدن الجديده دي كان الاكتظاظ هيبقى غير عادي داخل القاهره والجيزه. فخلاص الدنيا بدات يعني هتتنفس بعد كده. لو رجعنا للسؤال الخاص بترتيب المحافظات في زين احنا قلنا القاهره 64 وحده، 64000 وحده، اسكندريه واخده حوالي 32000 وحده، بعدهم هتلاقي في دروب مره واحده كده بورسعيد 8600 وحده،
البحر الاحمر 6800 وحده وهكذا بقى، يعني بعد كده تلاقي الارقام مش كبيره قوي زي القاهره واسكندريه. كنت بتكلم مع حضرتك قبل الهوا حوالين الظاهره السلبيه الخاصه بسكان المقابر، في تصنيف معين نقدر نقول دول ايه؟ لان دول رقم، في تعريف تعريف هو سكن لا رسمي، والسكن اللا رسمي كصندوق مش معني بيه، بيبقى المحافظات معنيه بيه، ولكن هو سكن غير رسمي. هو بدا الاول سكان المقابر بان المقابر دي معموله عشان مقابر الاموات، ويبقى في غفير عليها او اللي هو العامل الذي يقوم بعمل الدفن والحاجات دي كده. بس في اسر مقيمه، ام في تحول اللي هو واولاده بداوا يتناسلوا وبداوا يقطنوا هذه المقابر ويمتهنوا نفس المهنه، ممكن بعض الناس بتشتغل حاجات تانية، ولكن هو مدرج عندنا بسكن لا رسمي. دول مش تبعكم؟ لا لا مش تبعنا، المنوط بيهم المحافظه اكتر من الجهاز. المحافظات اكتر. طب وبرده الظواهر الخاصه باللي بيسكن جنب الجسور والترع والسكه الحديد، ده كله ده؟ لا السكه الحديد داخله معانا احنا، عندنا 21 منطقه في السكه الحديد واشتغلنا عليهم وبدانا ان شاء الله برده هيخلصوا معانا في القضيه بتاعتنا في الغير امن. نرجع للقاهره مره اخرى، المثلث الخاص بمسبيرو او ما يسمى بمثلث مسبيرو هو وجه القاهره الحضاري في ضوء التصور اللي حضراتكم شغالين عليه. في جدول زمن يا فندم للانتهاء من امر هذا المشروع؟ ان شاء الله. بالنسبه لي يعني مثلث مسبيرو هو موضوع مركب شويه مع بعض. هنا منطقه المثلث مسبيرو احنا لما جينا استعرضنا المشكله طبعا بقى لها 40 50 سنه، موضوع مطلوب حلها، ربنا يسر الحمد لله واتحلت المشكله بالتفاوض مع الناس. حل المشكله دي بدا بالتفاوض والقعده مع الناس، ازاي قعدنا مع الناس، ازاي خدنا منهم ما يشاؤون، يعني هم عايزين ايه، فحطينا لهم دفع رغبات في استماره، فكان عندنا 4537 اسره، حطينا استمارات وزعنا عليهم استمارات، كتبوا رغباتهم كلهم. الرغبات كانت عباره عن 5 رغبات، انا عايز اقعد في المنطقه او عايز اخرج بره المنطقه اروح الاسمارات او اخد تعويض وامشي. اقعد جوه المنطقه دي لوحدها 3 رغبات، عشان كده بقوا 5. عايز اخد تمليك اخد ايجار او اخد ايجار تمليك اللي هو بعيد المدى. فكل ما لقيناش حد ملوش رغبه في حاجه، الاسر كلها خلاص كتبت رغباتها. فهنا بدانا نحط الخطه بتاعتنا، هنا في عندنا حوالي 1000 اسره هيقعدوا في المنطقه، و3200 اسره عايزين يروحوا ياخدوا تعويض، و560 اسره عايزين يروحوا الاسمرات. الشغل بقى على ارض الواقع. على ارض الواقع خلاص. ايه اللي تم انجازه لحد دلوقتي؟ اللي راح الاسمرات خلاص، 560 اسره راح الاسمرات، 3200 اسره استلموا تعويضاتهم، متبقي معانا اللي هو المشروع اللي ببنيه لاهالينا بتوع العوده تاني، ده مشروع بيتبني 3 ابراج كبار بيتبنوا على 26 يوليو، وده ان شاء الله كنا حاطين له 3 سنوات. مضى منهم 6 شهور في اعمال الخوازيق بس لوحدها. خوازيق، احنا بنعمل خوازيق في الارض 30 متر تحت الارض. وهنعمل ابراج 25 دور، فعشان كده عملنا خوازيق كبيره يعني. فالدنيا في المشروع واخد منها 3 سنوات ان شاء الله، وبنوعد الناس هنحاول نخلص قبل 3 سنوات، لكن 3 سنوات دول الناس فين؟ واخدين قيمه ايجاريه بما يعادل 3 سنوات بلوك واحد يسكنوا بيها بره لغايه ما يرجع المشروع تاني ان شاء الله. باشمهندس، احنا كل المليارات اللي حضرتك اتكلمت عنها من موازنه الدوله دفعت بسبب اخطاء ارتكبت في الماضي خاصه بالعشوائيات عبر عقود من الزمن، حتى لا نكرر مثل هذه الاخطاء، هل في تصور تشتغلوا عليه عشان ما نكررش ده مره ثانيه؟ ما احنا لو ما اشتغلناش عليه كده بالرؤيه دي اللي احنا بنعمله دلوقتي، يا اما فلوس بنحرقها يا اما زي ما بقول بيحلف في ميه. فاحنا حاطين رؤيه لنفسنا، احنا عندنا دلوقتي شغالين على القضاء على العشوائيات بثلاث خطط او ثلاث سياسات، العاجله والمتوسطه وبعيده المدى. نعم. العاجله اللي هي بهد وابني على طول واسكن الناس وادي تعويضات، دي العاجله. طيب متوسطه المدى اللي هي الدوله كلها بتتضافر فيها، زي ايه؟ الدوله وزاره الاسكان مستهدفها 750 الف وحده سكنيه في سكن اجتماعي. نعم. ممكن توصل لمليون. سكن مصر ودار مصر ال 14 مدينه اللي بيتبنوا جداد دول كلهم، ده كله عباره عن ان انا بقول للمواطن انت هتدفع مقدم في شقه، لو دفعت فلوس اكتر من المقدم ده هتبني عشوائيه، يبقى عندك المقدم ده اقل من انك تبني عشه او كوخ او تسكن في وحده مش قانونيه. يبقى انت هتدفع المقدم ده في حاجه قانونيه وامن ليك. نعم. ده المتوسط. بعيد المدى بقى اللي هي عشان ما يحصلش عشوائيات تاني، احنا عندنا حاجه اسمها الهجره الداخليه هي اللي بتسبب العشوائيات. نعم. طب ما تيجي نحل مشكله الهجره الداخليه دي، انشاء اللي هو المدن القرى ذات المنتج الواحد، تشجيعها، عمل حرف مهن، تشجيع الناس ان هم يكتسب رزقه في مكانه تاني، ما يهاجرش للمكان المكان يبحث عن رزقه، يعمل سوق عشوائي ويبني عشه جنبه ويعمل كل حاجه. دي كلها سياسات ماشيه ان احنا ازاي ما يظهرش عشوائيات في مكان جديد. طب المدن الجديده هل لديكم صلاحيات او سلطه عليها؟ لان انا بشوف بعض الناس بتاخد بعض الشقق تحولها لمحلات وبالتالي ينتشر فيروس العشوائيه او العشوائيات في الاماكن الجديده. في المدن بتاعتنا احنا اللي احنا انشاناها، احنا دلوقتي في عقد حاكم ما بين الدوله والمواطن،
ممنوع ان هو يحاول النشاط سواء تجاري او سكني، ممنوع ان يغير في الشكل المعماري او الشكل الانشائي، ممنوع ان هو يأجرها او يبيعها. انت لك حق في السكن طبقا للدستور، حق في السكن الامن من الدوله، الدوله وفرت لك حق السكن الامن. طيب انت لما تعمل اي خلف المخالفه، المخالفات دي اعتراف منك بان انت لا تستحق، ان انت عندك بديل اخر. نعم. وانت خلاص استغنيت على اللي ادتك الدوله ببديل اخر، يبقى اذا في من هو حق منك ان يحصل عليها، ممكن تصل لحد سحب الوحده منه. فدي نقطه مهمه جدا، حصل حاجات كتير من دي وبدا يحصل مناوشات، ولكن في الاخر القانون طبق. السؤال ربما اللي جاء في ذهني دلوقتي عن التحديات اللي بتواجهكم، وحضرتك بتتكلم عن طموح كبير جدا ودعم من القياده السياسيه، وانت بتشتغل على الارض اكيد بتقابلك تحديات. التحدي الاول والاكبر ثقه الناس فينا ان احنا عايزين نشتغل لمصلحتهم. بتواجهنا في الاول خالص وهي تحديات اللي هي المستثمر الاماراتي والمستثمر السعودي والمستثمر القطري. دايما كل الارض بنخش عشان نطورها للناس يعتقد ان احنا نخرجهم عشان نجيب مستثمر ياخدها، ان احنا مش هنطورها ليهم، او ان احنا هنستثمر هنا ليه، احنا هنطورهم ليه. بس اعتقد الصوره دي اتغيرت، اتغيرت مع بعد ما شافوا بقى على ارض الواقع المشاكل، بعد ما شافوا مصداقيه الدوله ومصداقيتنا في هذا الموضوع. يعني الحمد لله المصداقيه اللي عملناها والمشروعات اللي تمت والناس سكنت فيها، يعني دخل خد شقه بالفرش والاجهزه الكهربائيه ومشروع متكامل، اي انسان يتمنى يسكن في مشروع من مشروعات مثلا الاسمرات مثلا، مشروع مدينه متكامله من كل شيء. فهو ولقى في الاخر عقد الدوله جاي منه ايه؟ يعني مشروع الاسمرات، مشروع الاسمرات ده لوحده مكلف الدوله ما يتجاوز 3.5 مليار جنيه. وسعر الارض لوحده ما يتجاوز ال 4 مليار جنيه. ممكن توصل 6 مليار جنيه كمان. طيب الدوله خدت ايه من عائد من هذا المشروع؟ لا شيء. المواطن بيدفع هناك 300 جنيه في الشهر للصيانه. شركات القمامه اللي بتلم القمامه، الصرف الصحي، الميه، الحاجات دي كلها 300 جنيه في الشهر تساوي 10 جنيه في اليوم. وطبعا قيمتها بتقل مع الزمن. قيمتها بتقل مع الزمن، لكن هو لا خليني اقول قيمتها العاشر بتقل، لان انا يعني احساسي بتحسن الاقتصاد المصري، فقيمه الجنيه المصري في تحسن، فهو يعني ايه يعني دي انا قصدي 300 جنيه اللي بيدفعهم بعد 10 سنين هو نفسه يعني لا تساوي لا تساوي جزء من علبه سجاير محليه في اليوم، السجاير المصريه مثلا لا تساوي تلت علبه سجاير او نص علبه سجاير اعتقد في انا يعني، لكنه اتنقل هو واولاده في مستوى في مختلف يعني، هو لو لقى دي معضله بالنسبه له يعني يقلل شرب سجاير شويه. طب سؤال خاص بالمجتمع المدني والمنظمات الاهليه والقطاع الخاص، هل ليه دور بشكل عام يا فندم في دعم مشروعنا القومي الخاص بالقضاء على العشوائيات في مصر، ولا مش شايف الدور بارز قوي؟ والله لا بص يعني ايه، خلينا نقول بارز ومش بارز. يعني مثلا في بعض المشروعات مثلا زي مشروع بشال الخير 1 و2، دول مشروعين حوالي 3.2 مليار جنيه مدفوعين من رجال اعمال والبنوك. مشروع اهالينا المرحله الاولى مدفوع منه كله 740 مليون جنيه من البنوك. المرحله الاولى من مشروع معا 275 مليون جنيه مؤسسه معا تبرعات الناس. فدي مساهمات المجتمع المدني فيها، او في صندوق تحيا مصر دافع مليار جنيه معانا في الاسمرات. الاسمرات اذا كانت تكلفه 3.5 مليار وما يتجاوز 4 مليار ثمن الارض، تحيا مصر دافع مليار جنيه. بتطمحوا لدور اكتر للمجتمع المدني؟ طبعا بنطمح لدور اكبر للمجتمع المدني. احنا يعني دول كتير في العالم يمكن بتعتمد فقط في تطوير العشوائيات على المجتمع المدني، مش على ميزانيات الدول. لكن هنا الدولة طبعا بقرار من القيادة السياسية لا، هي متكفلة بكل شيء بالنسبة لتطوير أهالينا عشان يبقى حقك على الدولة، أو هنديهولك إن شاء الله. باشمهندس السؤال الأخير، متى تكون مصر بلا عشوائيات؟ هل في جدول زمني أنتم شغالين عليه بحيث نتكلم مثلا بعد 5 سنين 10 سنين مش هيكون في أي عشوائيات في مصر مطلقة؟ طبعا احنا مصنفين طبعا عندنا قضية بتاعت الغير آمن 2020 نكون قضينا على الغير آمن، اللي هي عدم امان على الصحه، على الحياه، على المال، على كل حاجه دي مقضي عليها ان شاء الله في 2020. عندنا رؤيه 2030 مصر خاليه من الغير مخطط، اللي هي تفتقر الى شبكات ميه، صرف صحي، كهرباء، المناطق اللي من غير اسفلت، من غير طرق، من غير ميه، من غير صرف، او موجوده بس كثافتها السكانيه اعلى من طاقه الشبكات. لا دي ان شاء الله في رؤيه 2030 خالص. شكرا تقدير لحضرتك وشكرا على شرف هذه المقابله. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا.